سمعتوا عنها كتير قبل كده. فاحنا بس عايزين ايه؟ نفهم الدنيا، نرتب دماغنا، نشوف هنعمل ايه الكلام ده كله. بس ساعدوني كده في الساعه اللي جايه دي. البكتيريا اولا بتتقسم حسب الشكل. لو البكتيريا كور كده بيسموها كوكاي، بيسموها ايه؟ والمفرد بتاعها كوكس زي ما مكتوب عندك كده. ولو مش مكتوب عندك بص في الصوره اللي انت صورتها من ايه؟ من زميلك. ولو كانت عصيان او رودز زي القلم كده بيسموها باسيلاي، والمفرد اسمه ايه؟ باسيلس. يعني مثلا رحت مشتريه بطيخه كده، البطيخه دي تقول عليها كوكس، او بدل الكوره تقول مثلا لحفيدك انا جبت لك كوكس، بدل الكوره تقول له ايه؟ كوك. وفي كور كتير في البيت، تقول ده في كوكاي كتير في البيت، مش هنجيب كوكس تاني. خلاص كده العصيان اسمها ايه؟ ها باسيلس لوحده، لا الجمع ايه؟ باسيلاي. في بقى بكتيريا بتبقى حلزونيه كده، هيليكال كده زي ما انتم شايفين في الصوره كده، لولبيه كده، دي بيسموها سبايروكيت. بيسموها ايه؟ سبايروكيت. فيها حاجه دي؟ ما فيهاش حاجه. بص بقى كلمه السر ايه؟ الكوكاي لو حد بص على الصوره ممكن تتجمع في كلاستر كده زي العنقود كده، وممكن تتجمع في الشريط كده زي السبحه كده او زي العقد. حد فاهم حاجه؟ لما الكوكاي تتجمع في في كتله كده بيسموها ستافيلو كوكاي، بيسموها ايه؟ واحنا بقى يا ابو حيدر نقول ايه بقى؟ نقول ستاف كده اختصارا، ستاف. فانت تقول بقى ستافيلو كوكس، بدل ما تقول الاسم بالكامل تقول ستاف وخلاص. طيب ولو الكوكاي دي اتجمعت في الشريط زي العقد كده زي السبحه كده بيسموها ستريبتو كوكاي. يبقى الكوكاي كشكل دي منها كام ارينجمنت؟ كور كده كتيره مع بعض زي عنقود العنب كده بيسموه بانش اوف جريبس، فتروح مسمينها ستافيلو كوكاي. وبنقول اختصارا ستاف. ولو انت زهقان قوي من الدنيا مش هتقف بتحط اس كده نقطه اس اللي هي بدل ما تقول ستافيلو كوكاي. لو انت شويه كده فيك الرمق كده تقول ستاف. ماشي. الثانيه بقى اسمها ستريبتو كوكاي او اس برضه صح. بس في مشكله مهمه جدا، الاستافيلو كوكس او الاستاف ده والستريبتو كوكس او الستريبت ده جنس كبير قوي، فيه منه سبيشيز. فتلاقي استاف اوريوس صح، استاف ابيدرميدس، استريبتو كوكس بايوجين، استريبتو كوكس فيريدان صح. احنا متعودنا جينس وايه سبيشيز. فانا لما اسمع مثلا كلمه اسمها استاف اوريوس اسمها بالكامل استافيلو كوكس اوريوس، مين يترجم بقى؟ يعني هي كوكاي كور ومتجمعه ايه؟ كتله، في كتله كده او برانش او مجموعه. وايه اوريوس؟ اوريوس يعني ذهبي، كلمه اوريوس يعني ذهب. ماشي. رمز الذهب في الكيمياء ايو، في كتاب الكيمياء بتاع حفيدك تلاقي الذهب ايو كده. طب استنى، اوريوس ليه سموه اوريوس؟ لان الكولوني لما بتطلع في الطبق بيبقى لونها ييلو كده او بيسموه جولدن ييلو، فهم قالوا ايه؟ ده الاستافيلوكوكس اوريوس. مفهوم؟ استافيلوكوكس ابيدرميدس موجود على سطح الجلد نورمال فلورا، ستريبتوكوكس بايوجين، بايوجينيك بتعمل انفكشن. فاهمين؟ حد فاهم حاجه؟ بص بقى عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا، الاستاف والستريبت اللي هم نوعين من الكوكاي دول اشهر نوعين من البكتيريا بيعملوا امراض في البيت. يعني لما اقول لك بكتيريا السكين انفكشن كاني بقول لك باختصار كده بطالي رغي، بطالي رغي بدون ذكر اسماء. عايز اسم سباعي؟ انتوا كلمه انا ما اتكلمتش دي والله هتشويكوا في النار من غير حاجه، بس كده في الاول انا شاورتك بس قلت لك كلمتين انا بس، يعني قلت لها بس انت البيت عالي بوجر عالي بالليل نيلو كذا كذا بس ما قلتلهاش حاجه. ماشي. المهم عايزك تتعلم حاجه لله، استافيلو كوكس اوريوس او الستاف والستريب دول لوحدهم تلتين او اكثر من السكين انفكشن، يعني معظم الامراض اللي بتايفوس دلوقتي في السكين انفكشن كل ده تلاقيها ستاف وستريب. خلاص. فانا هركز على مين بقى المفروض وانا بذاكر؟ على الستاف وستريبت اللي هما الاثنين عباره عن ايه؟ كوكاي. الباسيلاي دورها قليل بس ليها امراض الديليت وهكذا. تاني معلومه عايز اقولها لك، في فقره كده اسمها نورمال سكين فلورا صح؟
نورمال سكين بروجرام اسمها كده، في بكتيريا كده كده موجوده على كده في كومنز، ودي ليها دور مهم لانها بتتنافس مع الباثوجينيك اورجانيزم. زي ما خدنا في الجي اي في كانديدا، الكانديدا دي على فكره طالما موجوده في كميات بسيطه ما تعملكش انت امراض، صح؟ وفي نفس الوقت بتحميك من الحاجات الباثوجينيك. عشان كده انا قلت لك ايه، اول ما تاخد انت مثلا بكتيريا من هنا، بكتيريا تقل ام الكانديدا تعلى وهم يحصل مشكله، انت بتلخبط انت النظام ده. فكل فكل الاورجانيزم اللي على جلدك اسمها ايه؟ اسمها سكين فلور. على فكره احنا على جلدنا في ميت، صح؟ لسه قايل لك عليها الديموديكس، وعندنا ملاسيزيا خدناها، وعندنا شويه بكتيريا زي ايبيدرميدس وديفترويد والحاجات دي كلها. فكل ده على بعضه اسمها ده نورمال سكين. ليها اسم جديد بيسموه دلوقتي، بيسموها مايكروبيوم، بيسموه مايكروبيوم. مين شاف الكلمه دي؟ ومين يترجم مايكرو يعني حاجه مايكروسكوبيك حاجه صغيره، بايو يعني كائنات حيه، بايوم يعني عايز اقول لك ان في زي مجتمع كده على جلدك اسمه مايكرو ايه؟ ده الاسم الجديد للفلورا. انا ليه بقول كده؟ عشان لو سمعت الكلمه دي تعرف يعني مش حاجه تخوف ولا حاجه، ده بيتاكل. المايكروبيوم ده كجهاز مثلا، المايكروبيوم ده عباره عن ايه؟ مجموع البكتيريا اللي موجوده كومنسال في مكان ما. ليه زي مثلا الجاك كده الجي اي تي لسه بقول بقى من بار جوه حاجات، فيها حاجات كده اسمها مايكروبيوم. الفاينل تراك فيها شويه حاجات، ولا بيجيب لك بازيلا مش عارف ايه اسمها الفلورا بتاعتها او المايكروبيوم. طبعا الجدول مكتوب عندك ايه اللي موجود واسمه ايه والكلام ده كده، ماشي؟ وبنجري بالصفحه بقى. نعمل استادي بلان، نعمل ايه؟ انا عملت لك خريطه، صح؟ قبل ما اقول الخريطه دي، في معلومه خدتها زمان، اشهر ثوره بيصبغوا بيها البكتيريا اسمها جرام ستين. اسمها ايه؟ حد فاكر الكلام ده؟ وكان في جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. يعني ايه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف؟ اللي تاخد الجرام يبقى لونها ازرق او بنفسجي احمد، ودي تبقى جرام بوزيتيف. وان تاخد الصبغه ها وتبقى نيجاتيف يعني ما تتسبغش بيها، يبقى اسمها ايه؟ جرام نيجاتيف، ولا لونها بينك او احمر. مفهوم كده؟ حد فاهم حاجه؟ فانا لما اجي اقسم ده، انا عملت لك تقسيمه حلوه جدا موجوده في كل الكتب. انا كاتب ايه؟ في جرام بوزيتيف بكتيريا، صح؟ في جرام نيجاتيف، وفي سبايروكيت، وفي بعض انواع البكتيريا كانوا بيقولوا عليها فطريات زمان. مين فاكر انا قلت الكلام ده فين؟ لما خدنا المايسوتوما كان في نوع اسمه ترو ايو مايسوتوما. انت طبعا انت عارف لك انا سايباهم كده يضربوا يقلبوا بقى لما كبرت مالها، ولا اقول ولا مش هقول حاجه ولا هعلق حاجه ولا بالاجاب ولا بالسلام. اسمها اكتاينو مايسيت، حتى كانت بتعمل نوع اسمه اكتاينو مايكوتيك مايسوتوما. وقلت لك دي اصلا بكتيريا بس حجمها كبير شبه الفطريات. هرجع تاني، هيفضل كده الحاجات تفضل وراك لحد ما تجيب اجل. طيب البوزيتيف ما في كوكاي وباسيلاي، وعلى فكره النيجاتيف في كوكاي وباسيلاي. بس استنى، انا هنا مختار من كتاب البكتيريا، البكتيريا اللي لها سكين مانيفستيشن. تقول لك ايه؟ ايه ده يا دكتور؟ فين الجرام نيجاتيف باسيلاي؟ موجود. طب فين الجرام نيجاتيف كوكاي؟ صح؟ الجرام نيجاتيف كوكاي دي مين فاكر دي عباره عن ايه؟ دي نايسيريا اسمها ايه؟ اللي فاهم الكلوريه والاثنين ما لهمش علاقه هنا. يعني النايسيريا في السكشوال ترانسميتري ممكن تعمل سكين رايت بس انا في السيفيك، والمنجنتس نفس الكلام. فانا جاي هنا ايه يا ابو حيدر؟ مش جاي اي شاورما ولا اي توميه ولا اي حاجه، انا جاي هنا؟ انا جاي بشويه البكتيريا اللي بيعملوا دايركت سكين انفكشن. فانا من الكوكاي خدت الجرام بوزيتيف اللي هم مين ستاف وايه؟ ومن الباسيلاي خدت الجرام بوزيتيف اسمها كوريني بكتيريا، والجرام نيجاتيف زي السودوموناس والبارتونيلا. مين فاكر البارتونيلا دي جبنا سيرتها فين؟ النهارده يعني النهارده في اللايس بادي لايس البارتونيلا كوينتا ده النهارده طويل قوي. في بس ملاحظه صغيره، ملاحظه صغيره وربنا يتولانا، ربنا يتولانا. وانا لما جيتش بكره يجرى حاجه ما يجراش، والله ما يجراش حاجه، بس
هاجي بكره استغرب ان شاء الله في عمر في يوم الاربعاء والغيم الاسبوع مش في يوم اربعاء في الثلاث خميس من الثلاث تطلع من الثلاث على الخميس على طول. بص بص المربع اللي فيه ستاف وستريبت اللي هم طلعوا ايه دلوقتي جيران بوزيتيف بكار يعني دوائر ارينجت في كلاستر او ارينجت في شيك. المربع ده هعلمه كده معايا تلونه. ليه بقى تلونه؟ لان 70-80% من الانفكشن اللي في الجلد هتطلع يا ستاف يا ايه. ولو كان في حد معدي كده قبل كده على الموضوع ده يعرف كده تقرا اي مره ستاف تريب ستاف تريب. واحنا النهارده عرفنا يعني ايه كلمه ستافيلوكوكس بالظبط ويعني ايه كلمه ستريبتوكوكس. اول حاجه صغيره بصوا بقى في حاجه مهمه اسمها مايكوبكتيريا اوعى تنساها. دي مش مشروحه هنا ليه؟ لانها مشروحه بالكامل في الجرانيولوما في التي بي والليبرسي. يعني هو حد يتخيل شويه الورق دول بعد ما تخلص ما خلصت البكتيريا كده قولوا لا ده في كتاب تاني كده تلتينه كده تي بي وليبرسي ودول بكتيريا برضه ماشي. طيب خلاص بقى انا هدرس مين بقى بالتفصيل كده. هبدا بمين في الاول؟ انا بالستاف وستريب صح اللي هي ستافيلوكوكس اوريوس وستريبتوكوكس بايوتيكس صح. وهدرس الامراض اللي بتعمل. انا لما عملت الكتاب ده البكتيريا في الاخر بترتيب السهوله وترتيب الاهميه صح. فنجس ملعون مهم في الاول وصعب وفي معلومات بعدين فيرال بعدين بالترتيب كده. تيجي عند البكتيريا يقول لي يا راجل انا خدتها زمان ستاف وستريبت وكوكاي وباسيلايس مش فاكر حاجه وتعمل فوليكولايتس وامبيتايجو حاجات وتعمل سيليولايتس وريسيبلس الكلام سهل جدا. بس انا ايه هفكرك بحاجات معينه وتركز عليها لان لو هتسهل تبقى هي الحاجات دي. لكن مثلا فوليكولايتس وبويل وفرانكل وكربانكل ما ده كلام سهل انا هقوله برضه بس انا قلت يعني انت كبرت على الكلام ده قول له مالايفا مايجرانز وشيكوزوما يعني كلام سهل. اولا في خريطه كده منيله كده في 231 ايه الخريطه دي؟ اللي هو ده جيلي فيش انجل خلاص لا اقراها حاجه ما فيهاش حاجه جيلي فيش وخلاص. انت خلينا بس 231 مصطفى ايه بقى 231 دي؟ دي البكتيريا اللي عليك واللي تخصك انت كايه؟ ها؟ بتاع جلديه. طبعا انتوا فاكرين زمان جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وكوكاي وباسيلاي صح؟ وسبايروكيت وبوريليا وتريبونيما والغول ده كله. كل ده عليك. بس في حاجه غريبه جدا. اول حاجه في القائمه استافيلوكوكاي وستريبتوكوكاي صح؟ ليه؟ بعدين نتعلم معلومه. 90% من الكوتينيوس بكتيريا انفكشن هي ستاف وايه؟ ستريبت. يعني احنا اللي يهمنا قوي قوي في القصه دي ستاف ومين؟ على فكره الباقي كله هنتكلم عنه. الكوريني بكتيريا مهمه، السودوموناس مهمه، البارتونيلا ما احنا جبنا سيرتها دلوقتي. ايه البارتونيلا دي؟ جبناها فين؟ في الابيديميك تايفس والكلام ده كله والترينش فيبر والامراض دي. البوريليا طبعا تبع السبايروكيت كنا جبنا سيرتها قبل كده في اللايم ديزيز فاكرين البوريليا واللايم ديزيز. وبعدين الاكتينومايكوزيس كنا جبنا سيرتها فين؟ طب ازاي فنجل وهي بكتيريا؟ قصدك يعني في ال اكتينومايكوتيك ماديورا فود يعني هي ماديورا فود بس مش فنجل بكتيريا فاهمين؟ اهو رجع تاني اهو. وطبعا ما حدش ينسى المايكوبكتيريا اللي هي التي بي وايه؟ والليبرس. هي بكتيريا بس احنا بنشرحها في كتاب الجرانيولوما لانها اسمها انفكشوس جرانيولوما. انا عايز اقول ايه؟ الصفحه دي بمنتهى البساطه فيها كل البكتيريا اللي تخصك انت كبتاع جلديه. بس هطلب منك طلب المربع اللي اسمه كوكاي ده اللي فيه ستافيلو كوكاي وستريبتو كوكاي لونه بالالوان كده. ليه؟ لان ده لوحده 90% من امراض الجلد. انت عارف الفلوكولايتس والامبيتايجو والاريستيبلس والسيلولايتس ومش عارف ايه ايه كل ده بيستافوا ستريبت الغالبيه العظمى. الحاجات الثانيه قليله جدا مش هتشوفها كتير يعني. يبقى انا اعلم على ستافوا ستريبت واكتب عليه ده اهم حاجه ايه في الشغلانه دي صح. وبناء عليه بقى لما تروح قلب الصفحه محمد ومصطفى وكل الناس لما تروح قلب الصفحه تلاقي ايه الشابتر اللي في وشك ده؟ يقول لك ستافيلوكوكال وستريبتوكوكال سكين انفكشن. يعني عايزين بقى نعرف طالما هم دول اهم عيله اللي هي الستاف وستريب عايزين نعرف بقى بيعملوا ايه والامراض دي ايه ونعالجها ازاي والكلام ده كله صح ولا مش صح؟ بص بقى انت كبرت صح؟ واول علامه انك كبرت اللي انا هقوله ده دلوقتي يسالك كده
هي الستاف والستريبت بتعمل امراض في جلدنا ازاي؟ كل له ايه انفكشن. قول لا ده الستاف والستريبت مش انت سمعت انها ممكن تعمل سورايسز ستريبت كوكاي كايه كتريجر. طب ومين سمع عن الهينكش لاين بيبرا بتاعت الاطفال دي تيجي بوست ستريبت؟ طب بلاش ده وده. مين سمع عن حاجه اسمها ستافيلوكوكال سكولد سكين سيندروم اللي طلع توكسيد؟ طب مين سمع عن توكسيك شوك سيندروم؟ قال له لا استناني كده يا دكتور استناني الموضوع هنا كبر. الجدول اللي جاي ده الجدول ده اكتب عليه مهم جدا ده هو ده مدخل الكلام كله. هو بيسالك كده يقول لك ازاي البكتيريا بتعمل انفكشنز او امراض في جلدك. يا رب الناس تبص لي هنا. قال لك البكتيريا اللي هي الستافروستريب بتتكلم عنها اللي هي معايا ممكن تعمل لك امراض جلديه بخمس طرق. بكم طريقه؟ قول له الطريقه العاديه اللي خدتها زمان كل الناس عارفاها اللي هو دايركت انفكشن. يعني انت مثلا تتعور يخش ستاف وستريبت تعمل بص يعمل انكتايبو يعمل فوليكولايتس يعمل كربانكل كده ده اسمه دايركت انفكشن. وده يشمل ايه بقى؟ انفيتايجو اكزايما وسيريولايتس وريسيبلا ونكروتايزنج فاشيايتس بلاوي كتيره جدا جدا جدا. ده كل اللي خدته زمان كله ده يتلم في كومه كده اسمها دايركت ايه؟ انفكشن. قول له طب وبعدين؟ قول له ده في احتمال تاني ممكن البكتيريا دي اللي هي الستافروستريبت تيجي على مرض جلدي وتعمل سكندري انفكشن صح؟ مش انت لسه واخد حالا اهو البيديكيلوزس يجي عليه ستافروستريبت يعمل البيتايكو السكيبس يجي صح؟ الاكزيما يا سيدي انفكتد اكزيما. اذا الحاجه الثانيه او النوعيه الثانيه من دور البكتيريا في الامراض الجلديه انها ممكن تكون سكندري بكتيريا. وانت حافظها صح سكندري بكتيريا سكندري بكتيريا انفكشن. عندك مرض اثر على البارير خلك الانفكشن يجي ده عامل زي اشهر واحد الاتوبي الاتوبيك درماتيتس. العيال دي مشهوره ان يجي لها انفكشن كتير قوي صح؟ ده الاحتمال الثاني اهو. الاحتمال الثالث بقى غريب شويه يقول لك ده في سيركيوليتنج توكسين يعني البكتيريا تبقى في الجلد صح؟ وتلاقي انت عندك راش وفيفر كله. استنى استنى مين فاكر سكارلت فيفر بتاع زمان دي؟ دي بتعمل بستريبت. طب فين الباستيون فين؟ يقول يا ابني افهم السكارلت فيفر دي اللي هو الستريبت كوكاي هنا بتطلع توكسين ايمولايسين يعمل هيموليسيس في الار بي سيز مش عارف ايه يعمل لك توكسيميا في جسمك تعمل مرض مالتي سيستميك ديزيز بسبب ايه؟ التوكسين. وخد عندك بقى توكسيك شوك سندروم في ستاف وستريبت وخد عندك ستافيلوكوكال سكولد سكين سندروم اللي هو 4 اس بلاوي كتيره جدا. كل دي امراض بكتيريا ولا مش بكتيريا؟ بس طريقه الشغل المره دي ان البكتيريا جت على جلدك مصدر عدوى اه سورس روت. انتوا فاكرين زمان سكارلت فيفر دي بتيجي في السورس روت عادي وتروح مطلعه توكسين يمشي بدمك يعمل جنرالايز مانيفستيشن ماشي. حتى اللي خد معايا مناعه وعامل روح وما خدش مناعه كنا بنسميها سوبر انتيجين توكسين دي لانها بتنشط دي سيل كتير في جسمك. هنا شوف البكتيريا بتشتغل بطريقه مختلفه تماما تمام. ده رقم ثلاثه. رقم اربعه ممكن يكون هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. مين فاكر الفاسكولايتس او سمع عن الفاسكولايتس؟ مين ما خدش فاسكولايتس؟ انا ما خدش لا شرحتها. الفاسكولايتس انت ما خدتش فاسكولايتس يا وسام؟ متاكده؟ طب ما اول مره كانت هي الفاسكولايتس. لا هي بتاعت ال بتاعت ايه؟ بتاعت الخدود؟ بتاعت الخدود؟ تمام البورت وايل والحاجات دي. بص الفاسكولايتس ده رياكشن في البلاد فيزل لانتيجين والانتيجين حاجه من اربعه هي انفكشن مش عارف ايه من ضمن الانفكشن ستريكت. عارفين اشهر مثال هنا شو لاين بيبر خدتوها في الاطفال كتير دي البوست ستريكت. يبقى هنا الستريكت اكت از ان انتيجين. هذا الانتيجين حصل له الرجيك مانيفستيشن في البلاد فيزل عامل فاسكولايتس. ده سيمانودوزم كده سيمانودوزم يعني سمع عنها ده سيمانودوزم اللي هي على الرشيم اوف كده اللي هي بينفول وما اعرفش ايه بتيجي بعد الستريبت او بعد دراجز او ففي الحاله دي اسمه الرجيك رياكشن تو ذا شوف البكتيريا بقت بتعمل ايه جلدك مش كلام كده وخلاص تعمل دايركت انفكشن ماشي تعمل سكندري انفكشن على مرض جلدي اوريدي موجود ماشي تعمل لك توكسين وتعمل توكسين مانيفستيشن ماشي ايه بعد كده؟ تستهدف حاجه زي الانسجن وتعمل رياكشن زي السينما الجوزه وزي الفاسكولايز كل انواعها.
كل فضل الخمسه بقى كبوسيبل تريجر كايه؟ يعني ايه؟ خد بالك في نظريه بتقول ان السورايسيس ممكن يكون مفهوم. هنا نظريه يعني مش بروف بنسبه 100% مفهوم. عشان كده لما يجي ولد تعالى لي بقى كده ويقول لي دي مثلا فاكر الكوازاكي ديزيز؟ كوازاكي ده لو في جسمك نوبا سيرو قال ده ممكن يكون تريجر برضه بكتيريا او فيروس ما حدش لسه عارف. حد فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ فبناء عليه البكتيريا ما بقتش كلمه كده براس انفكشن وحكايه ستاف وسكريبت لما يسال كده قول له عندي خمس طرق. لو انت عارف دول يبقى انت لميت كل امراض البكتيريا اللي هي ليست بالضروره انها تكون انفكشن كبص وبتاع، ممكن تكون رياكشن لهذا الانفكشن. مفهوم؟ طبعا انا عندي ستاف وستريب. وستاف ده الاسم المختصر لستافيلو كوكاي. طب وستريب الاسم المختصر لستريبتو كوكاي، صح؟ مين يبص على الجدول ده ويقول لي لاحظ ايه؟ معلش لمده دقيقه كده. لو لقيت نقطه سودا بتتحرك يبقى انت كده ايه؟ عرفت كده وصلت للجايزه. لكن لو ما لقيتش إيه؟ بس انت عارفه انت بالذات تعمل اللي عايزه تعمله. يروح التكييف يعمل انت كل واحد يقول لك انا هموته بطريقتي. ليه هتموت لي موضوع التكييف؟ يعني الدنيا حر ولا برد؟ يعني انت المره دي بردان، مره اقول لك المره دي شايفين عارفينها دي، مره اقول لك انا حر، مره اقول لك انا هي اسمها رمياء دي. لا الدوله دي دي الدوله دي مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. يعني ملاحظه، خفت منك قلت ده سؤال ولا ماشي. هو لاحظ ماشي، كتر خيرك ماشي. طب يلا نبدا الملاحظات. مين عايز يقول ملاحظات؟ اول حاجه خد طبعا ايوه خدوا بالكم يا جماعه. اولا لو حد ذكي انا فاصل الاستاف عن الاستريب. دي تعمل حاجات ودي تعمل حاجات، بس في حاجات مشتركه. انا مثلا بقول لك ايه بالذكاوة كده عبد الصمد، بقول لك استافيلو كوكل اسكول سكين سندروم. مين اللي بيعمله؟ بس الاستريبت ما لهاش دعوه. الاسكارلت فيفر مثلا لا ده بتاع الاستريبت بس. لكن في توكسيك شوك سندروم هنا وهنا ويسموه كده استافيلو كوكل توكسيك شوك او استريبت كوكل ايه توكسيك شوك. يبقى اذا في شويه ذكاوة كده، في امراض خاصه بالاستريبت بس، امراض خاصه بالاستريبت بس، امراض تتعمل بالاثنين. ماشي؟ يعني في اوفرلاب بس مش في كله. دي ملاحظه قيمه جدا اوعى تنساها. يعني مثلا لو حد بص يلاقي الامبتايجو والاكسايما هنا وهنا، لكن تلاقي السيلولايتس اكتر مع مين؟ السيلولايتس مع الاستاف، الاستريبت اكتر مع الاريسيبلس، حاجات زي كده يعني. وان كان ممكن يبقى في اوفرلاب الفرانكل والكربانكل وبتاع ده مع الاستاف، الابسس مع الاستاف وهكذا. اذا ايه؟ أول ملاحظة يا رب كلنا بس نصحصح الكلام. لما تاخد أي مرض في العيلة دي قول له استناني هنا، أنت ستاف ولا ستريب ولا ممكن كده وممكن كده؟ دي أول سؤال. الملاحظة الثانية خد بالنا منها حمادة. حمادة ده فظيع جدا. قال لك إيه حمادة؟ قال لك أنا لاحظت إن آخر تو ميكانيزم اللي هو كتريجر أو كأنتيجين وبوست كله في الستريب مش في الستاف، صح؟ أنت لو تفتكر كده علامة بتاع زمان دلوقتي بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، بوست ستريبتوكوكال هينوكسول لاين، بوست ستريبتوكوكال اللي هو جاتيت سورايز، بوست ستريبتوكوكال مش عارف ايه. اللي واخده الدور بتاع الرجين وكده الستريبت اكتر من مين؟ من الستاف. حتى تلاقي المربعين دول عند الستاف فاضيين. حد انت بتبص فين يا مصطفى؟ يا مصطفى الشمال، يا مصطفى تحت مش على الشمال، في النص. بص كده انت مفهوم؟ اذا ايه المربعين دول فاضيين، فانت وانت بتذاكر كده تركز كده تستهدى بالله. ان انا بصراحه قبل ما تقعد تحفظ الامراض انا يهمني تبقى عارف انت فين وبتتكلم على ايه وكده، صح؟ مش يعني ولا ايه؟ قول ايه؟ خلاص؟ فهمتوا اللي انا بقوله ده؟ يبقى اذا البكتيريا ممكن تطلع في برنامج ايه؟ انت مثلا مصر الزراعيه ده مهم. او طبيب على الترع اهو برنامج حلو جدا. طبيب على الترع انت بتعمل ايه تبع الترع انت يعني؟ بتشوف العيال وانت عارف صغير ولا انت صغير كنت مستقر ولسه في بالي كده اقول لك حاجه زي كده كنت مستقر وعندي مستقر كمان نفس ماشي.
كل سيركاني بس كان فاش مش فيزبل يعني كبير دكتور اللي هو الدود اللي كانوا بيصطادوا بيه تقريبا مسك في العيال الثانيه يا لوسي. المهم احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي يا مصطفى؟ يا مصطفى السراهي انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد البكتيريا ستافوس احطهم حته حته الدايركت انفكشن باكتر السوبر ادلت انفكشن رياكشن يعني كده ماشي وربنا يتوب. بس خد بالك من الخمسه دول مش هنشرح هنا الا اثنين بس اللي هو الانفكشن الحقيقي واللي معمول بتوكسيك. ليه؟ لان دي سبب في امراض او رياكشن لامراض او مخلاها او هناخدها. وحكايه السكن انفكشن دي كلمه مش يعني كارتين ولا بتاع سكن كده. لما تنامي نص نص ساعه بس نص ساعه تتعشي وتنامي. هنبدا بالانفكشن الحقيقي اللي هو الاورجانيزم بيدخل يعمل انفكشن.